أنا جو حنا لدي بعنوان كها حالست قواريشة إيو رات ك كدشة فالدمبيات كاس وعصرية لكن أنت قلين رات كاس وحليش يا إن مسألة دور جل جو العلي أهربي إن أن حاجة بل أن وحكة واضحية تاسو إن مدحوينا هكون واقو مرسوم وشرع الحكومة دكتور محمد يوسف إلى خير السيو يوالك حسن جامعي أيا ليش يا دكتور أنا بجوجو مركب مرسوم كواكو غاب هرت مكب ملايابين إن دكتور محمد يوسف مع دعي خليش كوكيم لا سجى مركب مراسيم تو بقرض كسو ديران أو دكتور نمضى أيو كسو بربارة ليه كرا والو عذر دارا لكن حسن جامعي ما لو عذر دار ملا إن قوان لسكو هل قفزو قارو إلى وحسا لسمايو مركز تارك دكتاتوري دي إيو كلت النلمة مايا مايا عام سعامة كهدلان واسوضة واسوضة مايا أوكي والوغو فسحة والوغو فسحة شاق أراد ما يسرى إسوك بعد هذي مامل كورسين وكو فسحة مامل مي ماشا مجوك إن مايا مسألة ذا محاربة أحيرا إنها تعليقة الدين هاني نقصره مسألة ذا كلا أو أنا ربين عاش مسألة أشرحه مسألة أنا ربو وحي تهي إن أنا جس 2013 كي شرعي وقرصور كر كان جوي حتى علوم أسكو قفصنا قف كي جوا حسوس كرا وحن إري إن أسبابها وشباب كدليي وحاكم إذا وعدي وعلوم هذا أو أن لو ميل دايين وما لين كسمر كا وعدني إنه أن يراه شرع هذا وأن أسكو حكومة أنا جو أن شيء جينين طريقة أنسكو حكومة إن الشريعة الشباب كفى إليستين إن الشريعة أنسكو حكومة يجسئ ويقانان ولذلك وحن كنت مع بمباير بمكال وعلومها دان نحي وأنا أكو جرفت جيجا أيام وضناء أن دهنا دتك شريعة أنسكو حكومة مركا أنت مركا تيوري إتها أفكار لقد هايو في الشريعة أنسكو حكومة أريم واجب وشرع وضرورة حتمي وي تقصير كأننا جو نقص عضاء أننا إن أن أدنو دولة محي وحقوق مواجه وحكا ما أنتوا حلقة اللي أنا جا حاسكو هاي السنة قلوا هل كان تيمد أو كفتن أرين مال السكودي قال ده هاي هل كيك سو أسكومين شباب السويديني يا دلي ولذلك ولا تعجب ما أنت نوايا بنا أمريكا فين شفدي سو أنا سويدي والمحال هو مشغول يا شباب يا دلي وأرين فكرة هذه سؤال شيء يلا ده وقت النبي شبابك جو يا دلي أم خواريش جو يا دلي ووقت علي يا دلي مسألة ما ها إن الله افتياد علي لكن سوى حلو حليا محيي لقونه ده شيء أي فكر جا فكر دون قاعدن كره مركا نسسر ما ها إن أكون مشغول نسيا أد أدتك مركا وحواء الهروب عن الواقع عن واركانه واقع إن أنك أردنا أنا إس أذينه مركا محليا هاي علومي هذا رمنا شرعات ناس كده قلنا شرعات إلا يو حزن ترابي يو دبا وحلاقة صومري هب كل الطبق لها السودان أيا أسكت ذي لكن هذا مراجعة لجوس سمي أنا جي نوت على ده كأنه قبر الله على حلم عقد جا إن الدولة وصلت جن برنامج هذا إنه سانة ربنا لكن هذا ترى شرعة الله أسكت حكومة شباب كحكم ليهن بري علماء ذي ويرين شباب كله أسكت حكومة يرين شرعة الله أسكت حكومة مركب وبارمانك وأنا ضد دمية وواحد نسميه محيي البارمانك نفط جيسي الدستور ك شيخ جامع شلو حكم هذا الدستور كإنه شرعية مركا شريعة خطوات وبهنتها كلمة مرسوم وبهنا ومعها إلى نقدنا علوم ذي ذا لكن وحوجي ذا كلمة أفكار نكسب بحيسة رات كي ريوي سو إن كفر سنة هدان وحينين أنا قلت أن لين هاي ينص هارين ذات كله شريعة تطبيق هذا مهم أنا قلت بدن كهذا إن مركا أسباب هذه وحيت هاي كو وحنيري هل استك قوارج توحى أحكو وجدوه إن كان مقاييس الشريعة والدين تاه وحاء إن إن نفتها ومالكة وعقلقة ونسلقة كل ويكون تين دينتي ويكون تين وحركة سمانتا في الخارج وأنا دينتي مانتا ده قال أيان لجوجنا وحن نص وحن كلا لعنا إسلامك وناجي يشرح يس أيان إسلامك وحن منا إن إسلامك سوق لينو بس علمه ودمارس لقول الله دينتك هينا شباب مانتا دينت فسادي جرسينو علمها سمانتا دي لش يجو مرة قارقوا الصومال نمدك أردايان محد عي أرضي اللي فرديان وأجنبي الدين تودو كفان الهايان وهل لي أرجع حساتهين ده قرحيسين إذن هل كان وأود من هل كان حمر مركا إمتى دو حلاش يا جاي ما
مساجدها صلاة عصر كي ظهر كلي لقطه كذا مغرب يعيش لقمته ككر أليس هذا دين تزومها دينتي وحول دمن نفتي وحول دمن واركيسا نكى إسخرحنا إن نفت ملكي ونفتي زوها اللي جاي أمد بري إسكاهنا نفته ذو جوي أمد ده جاجو كديري أم واقرحيي ونفت قد لجاذنا إلهي سبحانه وتعالى إنه حرمي وأكسونيهن الحق لقديري كرين هذا في كيذنا محيتها محل لود لا نفت وأسباب اللود لا قفك هدو نف دلو هدو نف نولاي وحليل أسوء نف ومن أحياها فكأنما أحيا ناس جميعا لكن نين كان وحس كدلاي ولكن هيول كيس أن لهين جهادك لو ما شرعيين حد ذاته إنما وحل لو شرعيين جهادك مخصوة وسيلة غاية لا قال يزو حتى لإعلاء كلمة الله بالله عليكم إعلاء دين دين تلقوم هايو بل سبحان ري أرد دات كان يورب جوجي أياك الشاك إن الدين يرو وحيد بين عردقي يو عقلي waxaan dhiri shabaabka waxyaabaha dad ku dhimo waxa kamid sidoo kale gaalaysiinta iyo gaajaynta idan gaajid in dad ku dilan igoo duumin ayaa kamid ah waxyaabaha een keenen halista ay keenen dawladnimada iyo horumarka iyo jiritaanka umadana waxay ku yihiin qatar oo waxay sheeganayaan waxa leeyeen diin aan u soconaa inaan ku xukuno laakin diinta aniga inaan ku xukumo ma rati adiga inaan ku xukunto daarata farqiga noo dhexe markii diintii aniga adiga diin ma nihi laakiin diinta waa naga gaar taas waa noo ogaada een waxa keenay xanuunka dhimirka tirkoob kale sameeyay qaramada midoobay 170 dhowr ah Soomaali xanuunsanaa leeyahay xaqan waxa xanuunsanahay maxaa dhacay maalinka saqarax ninkii wuxuu gaaray Muqdisho jooga inuu meedka talaabsado oo meedkii gabadhii dhaqdhiigay dhaqdaa oo maanta inta ka socota waxana qalbiga ayaa qaasi naqday waxa naqday dhimirka ayaa wax gaaray laakiin isma ogin anaga dadkeena Yurub jo waxaan iga roonahay markii ninka dhig laga qaado ogaaday inuu wax qalal ku jiro maskaxdiisa kaniiniga la ku socona anaga idinka kaniiniga ma haysan en ka been sheegida diinta diinta ka been ka sheegan en cadaweyni oo cadaw islaamkana ayaga oo sabab ah inay ka faa'iideystaan duruufaheena oo anaga maal weydino aan wax weydin balse qodobka la sheegay laftigeedu ah istiqlaaliyadeeni ayaa khatar ku jirta ayaga sabab ah een barista ee fiidinta diinta ka hor yimaadeen malcaamadii waa la xiray dugsiidii waxa lagu balan karo salaad lagu tukan karo oran u sheegnay diinta nacsna waxba kaga dhimeen maxay tahay wax ka dhalanay raar raaca ka dhalanay een culimada oo sawir xun laga bixiyay anaga marka hadda Yurub tageyna ama aan wadamada Yurub wareegayno Soomaali hadaan baaritaan gooni aan la saara waxa la hubinaa in shabaab ka tirsanahay in kale sumadeena ku ciyaareen en sidoo kale falal guracanay sameeyaan cid kasta aragtada en waxaan filayaa waqtiga ay gaba giska inta kale waa 17 ka dhignay gudigaan soo gudbina lay garab taagayaan waxba ma hadli kare barakallahu fiikum